مشاركتك في برامج الواقع لأجل موهبة معينة عند عايض وحاب يظهرها للجمهور، إيش الموهبة اللي دخلت فيها البرامج الواقع؟ ممثل وظهرتها للجمهور؟ ولكل صدق وأمانة يا أبو كاتب ما أظهرت شيء اللي نبي، ما أظهرت. إيش السبب؟ هنا من البزنس ون بعد ما كان السبب هو من البزنس ون إلى غاية 68 أتوقع اليوم هنا 68 تمام، ما في مجال أتيح لي أنا أقدم تمثيل. تقنعني أنه جميع الفقرات اللي موجودة في البرنامج وجميع الرياليتي ما قدرت في يوم من الأيام تتفق مع أخوياك وتقدم الفقرة أو تسوي فقرة تمثيل مسرحية، وكان ممكن تستعين ما شاء الله بعلي الغامدي بعد وتستعين بالمخرج، يعني عندك إمكانيات كثيرة تسويها، لا تقول إنه من بداية بزنس إلى اليوم أنا ما أتيحت لي الفرصة. أجل شلون أتيحت لأصحاب الشيلات والشعر والمبادرات؟ كيف ما أتيحت لك الفرصة؟ شوف بكاتب تمسك لك 4 أشخاص 6 أشخاص يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الشباب اللي المتسابقين اخوان المتسابقين هم ماشيين على الرتم اللي هو القصيد والشيلات في قاعده سوالف، لازم تكون في قاعده سوالف، في مثلا سوالف عن يعني انت مهمش في البرنامج؟ لا، كلمه مهمش وكاتب هذه غلط. ليش غلط؟ لا مش مهمش. طيب هل ترضاه اني انا اجيك الحين واقول لك انا متاخر على فقرتك احدك مهمش؟ سؤال، انت من يوم بدايه بزنس الى اليومك انت قلت بلسانك قبل شوي لا انه انا يا ابو كاتم تمام ما اتيحت لي الفرصه، يعني هل هذه الكلمه الجميله هل ما اتيحت لك الفرصه؟ هل انه العالم يعني انت كلمه مهمش زعلتك؟ مو لا، هذه غير لبقه لي انا ولك انت، لانه اقول غير لبقه يعني تبغى تاخذ محاوله تبغى تكون مكاني وتدير اللقاء؟ ما قلت بدير اللقاء يا ابو كاتم، يعني انا جيتك الحين متاخر صح ولا لا؟ طيب كلمه تهميش ما فيها تقليل من اي انسان، بس تشوفها حلوه ما فيها شيء. لا تشوفها حلوه ما فيها شيء عادي بعلمكم كاتم يعني. انا بالنسبه لي ابو كاتم اشوف انها عاديه وما فيها اي شيء. هذا لنفسك انت، بس لازم تفهم حاجه. شوف منصور يا عايد، وجودك هنا او اي متسابق ان شاء الله اني ما اقلل من الشخص اللي قدامي ولا يكون فيها بعض الكلمات اللي تسيء في شخصك الكريم، ولك مكانتك وعزيز وغالي، فلا تاخذ الكلمه تهميش، بس انا قاعد ابني على المعطيات اللي قاعد تعطيني اياها عاذر. انا معك، اعتبر كلمه تهميش اذا كانت زعلتك الفقره خليها شوي، انه انت ما اعطيتك الفرصه، مين اللي ما اعطاك الفرصه؟ يلا بعد في مجال اللي أنا داخله الآن اللي هو السوشيال ميديا، حلو، وفي البرنامج خاص البزنس تو داخل بصفة شنو؟ ممثل. بس المجال اللي أنا قاعد أشوفه قدامي شنو؟ قصيد شيلات. يا إنك تمشي بالمود مع أخوياك أو إنك تنسحب من المود هذا وتكون في مود ثاني لحالك. ليش تنسحب؟ بعلمك. ممكن تتعاون مع أخوياك. تصير بعض الأحيان اللي أنا أتعاون معه. طيب تعاون معهم طال عمرك عشان إيش؟ تسوي المبادرة تبعك أو المسرحية أو التمثيل اللي تبغاه. أنا معك، أنا بعاون، أنا ببادر مرة مرتين ثلاث أربع خمس، إلى متى؟ إلى ما ينتهي البرنامج، إلى ما أصف هنا في الستيج يقولوا لي يلا نجم الجمهور فلان أخذ المركز فلان. يعني تحمل شنو دوري في الموضوع الحين؟ تحمل المسؤولية الإدارة ولا المتسابقين؟ لا أنا ما أخلي الإدارة هذه خلها على جنب، الإدارة هذا موضوع ثاني. يعني تحمل موضوع المتسابقين؟ أنا أتكلم أنا بصفتي كمتسابق معه صح ولا لا؟ تمام. أنا عندي كذا شخص يميلون للتمثيل، أنا مثلت مرة مرتين ثلاث بس، وتيحت لي الفرصة أني أنا أمثل مرة مرتين، وتيحت لي الفرصة أني أمثل مرة مرتين فقط. كنت مشارك يعني في أحد التمثيل معاهم، يعني هم أصحاب الفكرة هم أصحاب كل شيء، أنت مجرد مشارك معهم. وفي أشياء أنا قدمت فكرة لهم. يعني تيحت لك الفرصة أنك تمثل. تيحت الفرصة وقدمت على التمثيل بعد، سويت التمثيل، سويت المشهد اللي أنا بي. طيب. بس. بعدها خلاص صار شعر وشيلات. إيه شعر شيلات خلاص، فأنا إن شاء الله راح أقدم برنامج شعر، راح أصير شاعر، أو أصير منشد أجر الصوت. يعني بتجرب وضعك في الشيلات؟
ليش انت ما تشوف ان المتسابقين متعاونين معاك في موضوع التمثيل؟ قليل من يجيد التمثيل، قليل من يحب التمثيل. اي بس ما عندي مشكله، ممكن اني انا اشارك عشان اظهر خوي واشارك معك فقره. صح، في بعض نقول لك عشان ما يظهر عايض موهبته، عشان كذا قال لا. انا من النوع، انت قلت عايض صح، انا يا عايض احب اشارك اخوياي انا واصدقائي انا، سواء في مبادرتهم، في فقراتهم، في دخوليه، في امبراطوريه، في كاركترات، انا اجيدها، انا اللي احط الفكره هذه وانا. طيب ليش هم ما يساعدوك؟ وانا اهم ما عليكم فقره صديقي اللي قدامي المتسابق اللي هو اخوي انا كمتسابق، احب اني حتى لو اني اكره اكره شوف اكره. تكره متسابق؟ اقول لك مثلا لو اني انا اكره كره. طيب سؤالي، تكره فيه متسابق تكره؟ اعطيني السؤال هذا، الجواب على السؤال. انت ما تجامل. ما جامل. انا ما كملتك المعلومه، زين خليني اكمل لك المعلومه. في متسابق تكره؟ ايوه كمل بعدها. مستحيل تقنعني ما في احد تكره. في كره، انا اسالك، لابد في كره. تسالني بسؤال، في كره يعني تكره احد المتسابقين؟ في كره. كمل بعلم. هل الكره الحين هذا خلوين؟ بسالك فيه بعدين، تفضل. اي دخوليه، اي امبراطوريه، او اي شيء يعني عايد ان يكون موجود فيه، للامانه في كذا شخص من الاصدقاء المتسابقين حابين يكون معهم في الدخوليه، في مثلا الخروجيه، في فقره، في مبادره، اجيد دور كاركتر، اضيف لهم فكره. الفكره انا احط لهم اضافه، يعني انا طالعهم مثلا اقول لا ناقص كذا، اضيف كذا، بجيب شخص حطه كذا، يصح كذا، انا احطني في الكاركتر كذا، انا احب الكاركتر كذا، راح اضبط لك اياه كذا، دوري يعني عايز ازبط. حتى اللي تكره؟ حتى اللي اكره، لو اني ما احبه، لو اني ما احبه اجي بس عشان اخلي فقرته او مبادرته او دخوليته او امبراطوريته تنجح. طيب متى المتسابقين بيتعاونون مع عايض؟ والله نادر. متى؟ شهر نهايه البرنامج ولا يوم تطلع برايم تروح البيت؟ والله يا ابو كاتم انت، ان شاء الله الله يجي فيهم خير. ان شاء الله انا ما باذن الله. طيب في محور قبل شوي انت اعطيتني اياه بس بخليه بعدين، تمام؟ ابغى اسالك سؤال.